السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع زوار مقالدات المستويات، كذلك زوار قناتنا على اليوتيوب. بعد طلب الكثير على هذا الموضوع هذا اللي هو برنامج مراجعة السنوي، أقدم لكم هذا الفيديو الذي سوف أعطيكم فيه طريقة ملء البرنامج وكذلك رابط البرنامج في الوصف أسفل الفيديو لتحميل البرنامج وملئه انطلاقا من الشرح الذي سوف أقدمه في هذا الفيديو. إذن أولا، ماذا سوف يحتوي هذا البرنامج؟ هذا البرنامج أولا سوف يحتوي على تحفيز. يعني لماذا سوف ألتزم بهذا البرنامج؟ يجب أن أعرف ذلك لكي ألتزم، وليس فقط برنامج يجب الالتزام به. لماذا؟ إذن يجب أن أعرف لماذا، ويجب أن أتذكر هذا الأمر يوميا. يعني يجب أن يكتب فوق البرنامج كذلك وقت للإعداد القبلي ووقت للتمرن على إنجاز التمارين والاختبارات بالنسبة لكل مادة، وكذلك وقت للأنشطة الموازية. لماذا؟ لأن الأنشطة الموازية هي التي تأخذ معظم أوقات اليوم، وبالتالي يجب أن نقننها. كذلك مثلا التلميذ يذهب إلى اليوتيوب أو الفيسبوك لمدة طويلة جدا، إذن بما أنها تستهلك وقته، وبالتالي فإنه يجب أن نقنن هذه الأمور كي لا تكون قد أخذت حصة الأسد من البرنامج. إذن نبدأ على بركة الله. أولا التحفيز. لكي نحفز أنفسنا يجب أن نكتب في على البرنامج جملة مثل هذه الجملة. يمكن أن تغير جملة، يمكن أن تتركها كما هي. من أجل تفوق الدراسي وتحقيق هدفي في الحياة ورضا ربي وإسعاد أهلي، أنا ملتزم بتنفيذ هذا البرنامج. جملة كبيرة واضحة يجب أن تقرأها تقريبا كل أسبوع أو كل يوم إذا كان لديك وقت. وكذلك أن تضع في مكان ما صورة لماذا تريد أنت. ماذا تريد؟ تريد أن تكون مهندسا، إذن تضع صورة لمهندس، ثم أمام الصورة تضع أسهم. السهم الأول مثلا مهندس يعني خدمة للمجتمع، يعني دخل جيد، يعني منزل محترم، يعني أبناء يمكن أن يدرسوا في مدارس محترمة إلى غير ذلك. أو طبيب كذلك نفس الشيء. طبيب ماذا تعني طبيب؟ طبيب يعني خدمة إنسانية، يعني دخل يعني جيد، يعني كذا كذا كذا. يجب أن توضح الهدف لكي تحفز نفسك، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع. إذن بعد أن تقوم بتحديد الهدف، نعطي لكل مادة وقت للمراجعة ووقت للتمرن على إنجاز التمارين. مثلا أخذ مادة الرياضيات. اولا قبل ان نبدا بتوزيع يعني الاوقات على المواد، يجب ان احدد كم من وقت سوف اراجع خلال كل يوم. مثلا يوم الاثنين تدرس 8 ساعات، يجب ان تراجع مثلا ساعه واحده، تخصص ساعه اضافيه للمراجعه. يوم الثلاثاء مثلا تدرس فقط 7 ساعات، اذا وقت المراجعه هو ساعه وربع او ساعه وعشرون دقيقه حسب طاقتك. يوم الاربعاء مثلا تدرس مثلا 6 ساعات، مثلا المراجعة ساعة ونصف، يجب أن تكتبها هنا. يوم الخميس مثلا تدرس مثلا 6 ساعات كذلك، إذن وقت المراجعة ساعة ونصف. إذن أنا أعطيك تقريبا أدنى قيمة ويمكن أن تضيف إليها، واضح؟ يوم الجمعة مثلا تدرس فقط 4 ساعات، إذن وقت المراجعة مثلا ساعتان. يوم السبت كذلك ساعتان مثلا. يوم الأحد أتركها فارغة، يوم الأحد للطوارئ فقط، الأحد، وسوف أقول لك ما معنى الطوارئ. إذن مثلا يجب أن تعطي مثلا للرياضيات 30 دقيقة في الأسبوع للإعداد القبلي، 30 دقيقة للإعداد القبلي، ومثلا ساعتان للتمارين، واضح؟ يجب أن توزع هذه 30 دقيقة على أيام الأسبوع. مثلا يوم الاثنين 10 دقائق من كذا إلى كذا، يجب أن تحدد. مثلا إذا كنت تحب القيام باكرا من النوم مثلا 6 صباحا، قم على الساعة 6 صباحا، توضأ وصلي صلاتك، ثم جهز الفطور مع والدتك، ثم يعني تناول الفطور، ومثلا إلى غاية الساعة 7، من 7 إلى 7:15 ألقي نظرة على الدفتر. وهنا لا تكتب كل شيء، ولكن أكتب فقط الرموز كما تلاحظ هنا في الأسفل. R يعني إما تلخيص الدرس، أو مثلا تمارين تطبيقية، أو لا أنشطة اللي طلبها منك الأستاذ. إذا طلب منك الأستاذ أن تنجز تمرينا، مثلا R تعني تلخيص زائد كذا، يعني وضح أكثر هنا. أنا يعني كتبت فقط تلخيص، لكن يمكنك إضافة كلمة أخرى، تلخيص أو يعني مراجعة خفيفة للدرس. و B يعني تمارين تطبيقية وأمثلة، وكذلك E تمارين توليفية وفرض امتحانات. إذا إما R أو B ل30 دقيقة، وبالنسبة ل E يعني التمارين للتمرن، يعني ساعتان في الأسبوع. إذا مثلا يوم الاثنين قلنا من الساعة 7 إلى 7:15 R الرياضيات سوف أقوم بمراجعة ما كتبته يوم السبت مثلا أو يوم الجمعة.
واضح. يوم الثلاثاء مثلا لن اراجع الرياضيات، لماذا؟ لانني لا ادرس الرياضيات مثلا. يوم الاربعاء سوف اعطي لماده الرياضيات مثلا 10 دقائق او 15 دقيقه مثلا من الواحده، يعني بعد ان اتناول غذائي واصلي الظهر الى مثلا الواحده والربع مثلا للرياضيات كذلك ار. واضح. في الليل مثلا يوم الخميس مثلا من الساعة 7 مساء مثلا 19 إلى 47 دقيقة مثلا 19:40 أو 19:30 40 أو 30 دقيقة يمكن أن نضع أو بي، يعني إما تمارين تطبيقية أو تمارين توليفية. مباشرة بعد دراسة الدرس أقوم بإنجاز تمارين تطبيقية، ثم بعد فهم الدرس أنجز تمارين توليفية أو تمارين من فروض سابقة. مثلا يوم الجمعة نفس الشيء، أدرس مثلا ساعة لمادة الرياضيات أو أكثر من ذلك في الليل مثلا، ويمكن أن أضيف كذلك الخميس. الخميس يمكن أن أضيف في الليل أيضا وراجع الدور ومن إلى، يمكن أن أضيف وقتين مثلا ربع ساعة بعد الغداء وساعة في الليل مثلا. يوم الجمعة كذلك يمكن أن أراجع ساعتان في الليل، يوم السبت مثلا ساعة أو غير ذلك، ويمكن مثلا يوم الاثنين في الليل كذلك ساعة في الرياضيات. إذن وزع هذا الوقت ساعتان وثلاثون دقيقة خلال الأسبوع وترك الأحد. كذلك قم بنفس الشيء بالنسبة للفيزياء وبنفس الشيء بالنسبة للعلوم الطبيعية وبالنسبة للعربية وبالنسبة إلى غير ذلك. إذن قم بذلك لكل المواد. وعندما أقول لك مثلا تراجع 15 دقيقة أو نصف ساعة، يجب أن لا تتكلم مع أي شخص، أن لا تشاهد أي شيء. 30 دقيقة للمراجعة، إذن يجب أن تأخذ الساعة أمامك وأن تبدأ في المراجعة وتراجع لمدة 30 دقيقة بالضبط. إذا كان لديك صديق وكنت تراجع مع صديقك، إذن 30 دقيقة قل لصديقك مثلا سوف نراجع 20 دقيقة دون كلام، بعد 20 دقيقة سوف نستريح 5 دقائق ثم نناقش إذا لم تفهم شيئا اسألني، وإذا لم أفهم شيئا سألك، وبعد ذلك نراجع 10 دقائق. إذا تقسم الوقت، إذا يجب أن تكون 30 دقيقة كاملة للمراجعة. واضح؟ بعد أن تنهي كل المواد الرياضيات الفيزياء العلوم الطبيعية، أضف هنا وبالضرورة المواد الأخرى والأنشطة الموازية. ما معنى الأنشطة الموازية؟ مثلا اليوتيوب، يعني يجب أن تضيف أسطر أخرى مثلا اليوتيوب مثلا يجب أن تعطيه وقت محدد. و بالإضافة إلى وقت محدد يجب أن تبحث في اليوتيوب عن ماذا تريد. مثلا أنت تريد أن تكون مهندسا، إذا تعلم الأمور المتعلقة بالهندسة بالمهندس، ابحث عن الأمور المتعلقة بالهندسة في اليوتيوب، يعني حاول أن تركز على ما تريد، ما هو هدفك في الحياة. كذلك فيسبوك يمكن كذلك أن تضعه هنا. الرياضة مثلا ساعتان في الأسبوع أو 3 ساعات أو 4 ساعات في الأسبوع للرياضة، يومين مثلا أو 3 أيام، ساعة إلى غير ذلك. إذن يجب كذلك أن تضعها في البرنامج. واضح؟ صلة الرحم يمكن أن تضيفها كذلك. إذن أضف كل ما تحتاج هنا، كل ما يمكنك تقنينه أضفه هنا. واضح؟ النوم 8 ساعات، لا يعني لا تضيف هنا النوم، ولكن يجب أن تضع الفكرة بين صوب أعينك أنك سوف تنام يوميا على الساعة 10 وتقوم على الساعة 6 صباحا. 8 ساعات جد كافية للنوم. أنا أنصح بالقيام باكرا والنوم باكرا، أحسن ما أنصح به هو هذا، ولكن يمكنك أن تقوم بما يحلو لك، ولكن التزم فقط بعدد ساعات النوم 8 ساعات. عندما أقول لك 8 ساعات نوم، احذر أن تذهب إلى النوم ومعك الهاتف أو تشاهد التلفاز. عندما تريد النوم لا تشغل أبدا الهاتف ولا تشغل التلفاز أبدا. وما أنصحك به أيضا ومن المهم أن تضع هنا القرآن الكريم، إما قراءة فقط أو الحفظ. القرآن الكريم خصص له كذلك ساعة أو 40 دقيقة في الأسبوع، ضعه داخل البرنامج ولن تخسر أي شيء، بل سوف تستفيد يعني كثيرا. ولماذا الأحد للطوارئ؟ الأحد إذا كان لديك اختبار. كذلك السبت ساعتان للمراجعة وساعتان للطوارئ، ساعتان بعد الزوال للمراجعة وساعتان في الليل للطوارئ. ما معنى الطوارئ؟ إذا كان لديك اختبار إلى غير ذلك، مثلا هنا أكتب من الثانية مساء مثلا بعد المساء إلى غاية 6 طوارئ، يعني إذا كان لديك فرض، اختبار أو بحث أو إلى غير ذلك خصص له هذا الوقت. في الليل مثلا من كذا إلى كذا كذلك طوارئ، يعني أمر طارئ يجب أن أقوم به يوم الأحد. واضح؟ بحث أو مراجعة للفرض أو إلى غير ذلك. وأنصح كذلك أن تلخص كل درس بعد الانتهاء منه. عندما تنتهي من الدرس
سوف تكون لديك حصص تمارين عوض R هنا، عوض أن يعني تراجع الدرس، حاول أن تلخص الدرس. وفي الأخير أكتب هذه الجملة: من أجل الإلمام بما أطمح إليه، يعني أن أكون مهندسا في البنايات أو مهندس محركات سيارات أو غير ذلك، سأقرأ مقال أو صفحة في من كتاب يوميا لمدة 15 دقيقة، أشتري كتاب أو أبحث عن كتاب أو أحمل كتاب على الهاتف وأخصص 15 دقيقة يوميا، سواء بعد الغداء أو بعد العشاء أو في أي وقت محدد، لقراءة كتاب في ميدان متخصص. أنا أريد مثلا أن أكون مسوق إلكتروني وأريد أن أكسب المال من خلال الإنترنت إلى غير ذلك، يجب أن أخصص مثلا 15 دقيقة للإطلاع ودراسة في هذا الميدان. ولا تنسى أبدا أنك تدرس، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بطلب العلم وأنه سيجازيك عن عملك هذا، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الجزاء وليس أي إنسان أو غير ذلك. إذن توكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه واطمئن، لأن الله سبحانه وتعالى لن يخيب ظن من توكل عليه، ولن يخيب ظنك سبحانه وتعالى. ومن أجل راحتك وسعادتك فاعمل كذلك على ربط علاقات جيدة مع أهلك وخاصة والديك وإخوتك. حاول أن تعمل علاقات جيدة. وقد يعني نشرت فيديوهات على موقعنا يعني توضيح هذه الأمور أكثر وأكثر، وسوف أضع لكم رابط هذه المواضيع في الوصف. إذن تحياتي وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.